يعني خدتك فيه. بعيد عن ميدو لكنه هو طاهر برضه. لا انا يعني قصدي النتائج اللي انت قلتها ربما ليها علاقه باللي بنتكلم فيه يعني. اتفضل. فميدو قال طرح انه يناقش البرومو وتقديم الكابتن رمضان صبحي من خلال بيراميد كلاعبا بشكل رسمي في صفوف نادي بيرم، وقال كده بالظبط او حي نادي بيراميد على الاحترافيه الشديده اللي هو شايف انه ادار بيها الامور ويدير بيها الامور، وقال احترافيه الاحترافيه الاحترافيه. عايز اناقش هذا الامر باكبر قدر من الموضوعيه علشان نخرج بحاجه يعني في الاخر نتفق عليها وتفيدنا كلنا. اتفضل. هو المؤتمرات اللي بتقدم فيها اللعيبه الجدد على في كل العالم شكلها بيكون ازاي؟ تعال ناخد من اوروبا، وتعال ناخد اللي الاهلي خده من اوروبا والتزم بيه. انت بتقدم اللعيب بتاعك بقميص ناديه الجديد، بيقول كلمتين في حق النادي المنتقل اليه وطموحاته معاه. اذا كان في لعيب جديد ما حدش يعرف عنه حاجه بيعرض السي في بتاعه، وفي الغالب اخلاقيا بيشكر ناديه السابق. لا ما هو انت ما تسبقنيش بقى عشان ما تبوظليش الدنيا، انا برتب دماغي. فانا يعني وبعدين بيبقى ورا ظهره ايه؟ بانر في الرعاه، رعاه النادي، واذا كان رعاه شخصيين له، واذا كان يعني اذا انت تقدم الثقل الفني الجدوى الفنيه من هذه الصفقه، والثقل الاقتصادي والجدوى الفنيه التي يمكن يكون اد فاليو او قيمه مضافه من خلال هذا المؤتمر. لو طبقنا المعايير الموضوعيه دي، لو كانت حدثت هكذا، سيبك حتى انه يشكر نديل القديم، ممكن ما يشكرش نديل القديم، لكن على الاقل ما فيش غمز ولمز ولا اساءه ولا استفزاز للجماهير. بتخرج المؤتمر عن سياقه. ماذا حدث؟ هل حدث هذا في تقديم الكابتن رمضان؟ لا، وكأن الذي أشار بعمل البرومو كان يستهدف أنه يرسل رسائل ملهاش علاقة بالاحتفاء بأن اللاعب يتواجد في صفوف نادي بيراميد، بقدر ما يوجه رسائل فيها مكايدة، سواء بقى للنادي الأهلي أو سواء لجماهيره. لكن في كل الأحوال ما أعتقدش أن حد كسب من هذا المؤتمر، تحديدا الكابتن رمضان اللي كان لو ابتدى انه يقول اقدر الفتره التي قضيتها في النادي الاهلي، اشكر النادي الاهلي، ولكن في تجربه جديده بطموح جديد. لكن لما يقول انا جيت علشان احقق طموحات بصرف النظر عن المال، لا انت من حقك تروح على فكره. وهي دي النقطه اللي انا ما كنتش عايز من اول يوم ناخد الدنيا في سياقها. هو لما واحد ياخد 200 مليون جنيه وهياخد مثلا 100 مليون جنيه في حته تاني، ال 100 مليون جنيه بالنسبه لناس كتير كافيه انها تخليهم يبصوا لاعتبارات ادبيه، بالنسبه لناس تانيه لا، طب وليه ما يبقوش 200؟ لا ده غلط ولا ده صح ولا ده غلط ايضا. ربما احنا عاطفيا نروح للاولاني، النموذج الاولاني كنا نتمنى يحدث هذا مع الان، لان بالاعلانات بالحاجات دي في 5 سنين كان هيوصل يعدي الرقم ده كمان. انما ان انا اقول لا اصل انا لا 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 ده انا رحت بفلوس اقل، اول حاجه تصدير المكايده. انت رايح من النادي الاهلي، كابتن رمضان انت بتلعب فاينالات مع النادي الاهلي، فاينالات كلها كانت ممكن تلعبك كاس العالم للانديه. طموح ايه؟ انت كسبت دوري وكسبت كاس وكسبت سوبر وكسبت بطولات، وانت في سنك الصغير دي انت هو انت النادي الاهلي مش على قدر طموحك؟ دي الرساله اللي عايز تصدرها، اللي حاطط لك الرساله دي ما خدمكش وما كانش صادق فيها، لان ما حدش هيصدق ان انت ما رحتش عشان في عقد لا يمكن مقاومته، حتى لو اتخبى العقد ده لكن محدش هيصدق هذا الكلام، لانك انت قبليها قلت انا ابن النادي، وقبليها قلت انا مش هرجع على الاسيوط، انا ابن النادي الاهلي في 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 فتره العاره الاولى. ولحد قبل ما تعقدت كنت بتبلغ نادي هيدرسفيلد انك رغبتك النادي الاهلي، فانت لو كنت اتنقلت النقله دي
لنادي في اوروبا، نختلف او نتفق بقى على قيمته بالنسبه للنادي الاهلي، لكن كان ممكن نسمع منك هذا الكلام، ضحيت بالفلوس من اجل نقله في الطموح. فلو كابتن ميدو شايف ان هي دي الاحترافيه، نعمل فيديو بيعتمد على الهوس والغمز بين اتنين لعيبه بالصدفه المقصوده منقولين من النادي الاهلي بقصص، ان عبد الله السعيد الراجل الوقور التقيل اللي ما خرجتش منه كلمه تسيل النادي الاهلي لحد الغمزه دي بتاعه البرومو، يعني بتغمز وهو بيغمز، يعني الرساله واضحه جدا ان دي ما كانتش تقدمه احترافيه يا كابتن ميدو. فما تقوليش احيي، لان لو هي دي الاحترافيه ده احنا كده نبقى ماخدين الدنيا في سكه ان كل نادي يعمل مؤتمر ويطلع لسانه للانديه الاخرى. هتوقف بقى عند كلام خلاف بين كابتن عصام الحضري و